السلام عليكم. قبل أن نبدأ أود أن نستوعب دائما أن التزامك بأمر الله يتبعه الفوز والعطاء. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه قاعدة متكررة بطول القرآن بوتيرة ثابتة: الاتباع يتبعه العطاء. كلما اقتربت من الله أكثر، كلما يسر لك أسباب الهداية والنصر والعطاء. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه. فالاتباع والقرب من الله يتبعه الفوز والعطاء. لنبدأ في الحلقة على بركة الله. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن ورطة المادية أمام نشأة الحياة وظهور المعلومة، فكيف واجه الملاحدة هذه الورطات؟ كيف واجهوها وهناك تحد قائم اليوم بقيمة 10 ملايين دولار من قبل المجتمع العلمي لمن يقوم بتصنيع أبسط شريط جيني يتناسخ ذاتيا؟ تحدثنا عن تفاصيل هذه الجائزة في الحلقة السابقة. كيف أنت بكل علومك وجامعاتك لا تستطيع أن تنتج ولو أبسط شريط جيني يتناسخ ذاتيا، ثم تنسب حصول كل ذلك الحياة والمعلومة والتشفير إلى بيئة الأرض الأولى العشوائية؟ نظام التشفير الذي ظهر بالتوازي مع النظام المعلوماتي المدون على الشريط الجيني، بالتوازي مع ظهور الحياة، هذه أمور لا تدع ملحدا يركض له جفن لو كان باحثا بصدق. لكن يا ترى كيف واجه الملاحدة هذه المعضلات والورطات؟ حاول الملحد الشهير ريتشارد دوكنز أن يلعب لعبة سخيفة لا تدخل إلا على الحمقى، فاستخدم برنامجا لمبرمج يدعى ريتشارد هاردسون، وقال: سندخل حروف أحد الجينات في هذا البرنامج، سندخل جزءا من النظام المعلوماتي الذي يحمله أحد الجينات داخل هذا البرنامج، وليكن هذا الجزء مثلا من 28 حرفا، وسيبدأ البرنامج بعرض الحروف عشوائيا حتى يحتفظ بالحرف الصحيح. إذا وصل البرنامج للحرف الصحيح المطلوب فإن البرنامج سيحتفظ به، ثم تبدأ رحلة بحث جديدة عن الحرف التالي وهكذا حتى يكتمل هذا الجزء من النظام المعلوماتي. ها هو البرنامج أمامكم على الشاشة. هنا كتب جملة مقترحة باعتبارها تمثل معلومة على الشريط الجيني، ثم تبدأ رحلة البحث عن الحروف المطلوبة، وسوف يحتفظ البرنامج بالحرف الصحيح في كل مرة ويبني عليه وهكذا. كم عدد المغالطات التي ارتكبها ريتشارد دوكنز في هذه اللعبة؟ لم يقل فلتة العقلاء ماذا سيحدث لو تم الاحتفاظ بحرف خاطئ. أليس الطبيعي أن يتوقف البرنامج وليس أن يبدأ في البحث عن الحرف الصحيح مرة أخرى؟ لم يقل لنا دوكنز ما هي الآلية التي سوف تعيد الحروف وتنتقي بينها. ثم المشكلة الأكبر: ما معنى تشكل 10 أحرف في كائن لم يظهر بعد؟ لا معنى لوجود هذه الأحرف ولا قيمة وظيفية لها ليتم الاحتفاظ بها في كائن لم يظهر أصلاً. ثم كيف تتحول هذه الأحرف إلى حياة؟ ثم هل نسيت أن برنامج الكمبيوتر يحتاج إلى علم وقدرة وصنع وتصميم؟ فلماذا اشترطت هذا في تجربتك ورفضت أن تنسبه للخالق، مع أن أمامك مليارات الحروف المشفرة في خلايا الكائنات الحية؟ ثم كيف عرف الكائن الذي لم يظهر بعد بحاجته إلى هذه الأحرف بعينها؟ بل والأغرب أنه سيحتفظ بالصحيح ويترك الخطأ مع أنه لم يوجد بعد. ريتشارد دوكنز بهذه التجربة التي فيها يقوم
بفحص الحروف واختيار المطلوب هو بهذه التجربة تجاوز فكرة العشوائية، فالقضية علم وقدرة وإرادة مسبقة وليس عشواء أو لا عقلانية. أليس من المفترض أن يكون التطور بلا أي دور إنشائي؟ فكيف يحذف الحروف الخطأ ويبني على الجمع السابق الصحيح؟ ليس في الطبيعة مثل هذا على الإطلاق، وأي خلل في حرف واحد داخل أحد الجينات قد يؤدي إلى تعطل الجين بالكلية. ثم أنا أتعجب كيف تبني على تجميع سابق، وكل واقعة في عالم الاحتمالات هي واقعة مستقلة independent event لا علاقة لها بسابقتها. أي حرف خطأ يعني انتهى الموضوع، والمفترض أن يبدأ البرنامج من جديد وليس أن يبني على ما سبق. فريتشارد دوكنز تجاهل ألف باء علم الاحتمالات. المشكلة أنه يضع لك هدفا محددا من البداية يسعى البرنامج لتحقيقه، وفي كل مرة يقوم البرنامج بمقارنة النتائج وفحصها حتى يحتفظ بالحرف الصحيح المبرمج عليه. إنه صنع وتدبير وضبط مسبق وإرادة وقصد، وهذا ما يحدثكم عنه المؤمن في قضية الخلق. فلماذا حكمتم بضرورة الضبط في هذا البرنامج ونفيتم الضبط عن عالم التشفير الذي بدأ مع الحياة؟ محاولة ريتشارد دوكنز تجعلنا نقطع أننا أمام فلسفة وليس علم، وهذا قوام نظرية التطور منذ أن بدأت وحتى الساعة، وضع تخيلات وتخمينات وفروض لا علاقة لها بأرض الواقع ولا بحقيقة ما يحصل في الطبيعة، خيالات لا تنتمي للواقع بأي صلة بل فقط تثبت حجم الورطة. عندما نقول لأحد الملحدين كيف نشأت العين البشرية المعقدة المبهرة، فإن الملحد سيضع لك تخمينا فلسفيا أشبه بتحليل دوكنز. سيقول لك هناك عيونا أقل تعقيدا في عالم الكائنات الحية، هناك فقط خلايا حساسة للضوء. هذا الجواب من الملحد هو لب الإشكال، والذي يبين أننا أمام نظرية تعتمد بالكلية على الطرح الفلسفي وليس العلمي. فالإعجاز ليس فقط في العين، الإعجاز في الخلايا الحساسة للضوء. لماذا تحسست هذه الخلايا تحديدا للضوء؟ وكيف يتحول التحسس للضوء إلى نبضة كهربية؟ وكيف تتحول النبضة الكهربية إلى وعي ورؤية لما أمامك؟ القضية منقوصة من البدء. هذا الطرح الفلسفي من دعاة النظرية يشبه تماماً عندما نقول لنفس الملحد هل تستطيع الطبيعة أن تنشئ صينية كنافة بالجبن؟ سيقول لك الملحد الموضوع بسيط جداً، الموضوع يسير، القمح موجود في الطبيعة والنيازك تسقط باستمرار وقد تطحن بعض القمح، ومع بعض المطر يتحول القمح إلى عجين، وعلى طرف أحد صخور الأفران البركانية قد يحصل الطهو. أما طعم الكنافة فقصب السكر موجود في كل مكان، وينابيع الماء الساخن تكفي لإذابة قصب السكر. أما الجبن الذي في الكنافة فما أكثر الأبقار، ونقاط اللبن تسقط من ضرعها بعد رضاعة أولادها. إلى هنا أنت تستوعب تماما سخافة هذا الطرح، بل وتشعر بالملل. فالقضية ليست في توافر مواد أولية، أبقار وقصب سكر وقمح ونيازك وبراكين، القضية ليست في توافر هذه المواد الأولية، القضية في المعرفة ذا نوهاو التي تنتج صينية الكنافة بالجبن. القضية منقوصة من البدء، لو انتظرت ملايين الأعوام لن تظهر لك صينية كنافة بالجبن، لأن القضية معرفة، صنع، نوهاو، وليست مواد أولية. كل ما يفعله الملحد أنه يفكك في عقله أجزاء النظام البيولوجي المعقد، يفكك الأجزاء المكونة للعين ثم يقوم بإعادة تجميع هذه الأجزاء من الطبيعة، وكأننا أمام لعبة البازل جيم، فكك وجمع. الخيال خصب، وموهبة توليد الحكاية قد يمتلكها البعض، أبقار،
قمح، نيازك، براكين، لكنها ستبقى حكاية لا علاقة لهذه المواد الأولية بظهور صينية الكنافة بالجبن. على المستوى الجزيئي داخل الخلية كل التفاصيل مهمة، وخلل في حرف واحد داخل الشريط الجيني قد يفسد منظومة بالكلية. دقة العين البشرية توازي 576 ميجا بكسل، وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم، وحجم المستقبل الضوئي في الشبكية والذي من خلاله ترى العالم من حولك مساحته حوالي ربع المليمتر المربع. خلق وإعجاز وضبط مبهر. أي خلل ولو في حرف واحد داخل الشريط الجيني يؤدي لفساد مثل هذا النظام المعقد بأكمله. وحتى تعرف بعض التفاصيل عما يجري داخل عينك لحظة الرؤية، حتى تعرف مدى تعقيد هذا النظام المبهر والذي لا يمكن تفسيره بنظام التفكيك الخرافي الدارويني، حتى تعرف إبهار هذا النظام، ركز معي. عندما تسقط فوتونات الضوء على شبكية عينك فإنها تحفز بروتين يدعى الرودوبسين. الرودوبسين يوجد داخل خلايا شبكية العين. بعد تحفيز الرودوبسين فإنه يلتصق ببروتين آخر فيطلق معا جزيئة تسمى GDP، ويكتسبان بدلا منها جزيئة تسمى GTP. وبعد اكتساب هذه الجزيئة فإنهما يصبحان أكثر قوة، وبالتالي يكون بإمكانهما فصل جزيئة CGMP. بعد انفصال هذه الجزيئة يدخل الصوديوم الذي له شحنة موجبة إلى داخل الخلية، وبدخوله يحصل خلل في توازن الشحنات عبر غشاء الخلية. هذا الخلل هو الذي يولد التيار الكهربي الذي ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ. عندما يصل هذا التيار الكهربي إلى دماغك تحصل معجزة، وهي أن دماغك يقوم بتفسير هذا التيار على أنه رؤية، وكأن الدماغ يمتلك قاموسا مسبقا يحول هذا التيار إلى رؤية لما أمامك. المخ يقبع داخل صندوق مظلم الذي هو الجمجمة. لا يصل للمخ إلا تيارات كهربية من العين، من الأذن، من الحواس المختلفة. فكيف يفسر المخ هذا التيار على أنه رؤية؟ كيف أعطاك الرؤية؟ كيف يميز بين 10 ملايين درجة لونية مختلفة بأبعادها المختلفة وهو لا يصله إلا تيار كهربي بسيط؟ كيف يعطيك الرؤية لما تنظر إليه بالأبعاد المختلفة بالدرجات اللونية المتباينة؟ كيف يعطيك هذا الوعي وهو داخل صندوق مظلم لا يصله إلا تيارات كهربية؟ كيف يعطيك السمع والإحساس بمجرد أن يصله تيار كهربي من العين أو الأذن أو الأعصاب الحسية؟ المهم أن هذه المعجزة المعقدة تحصل بمجرد أن تفتح عينك وتنظر أمامك، وبعد دورة الإبصار يعود الرودوبسين مرة أخرى ليشارك في دورة إبصار جديدة. شفرة الإنزيمات المطلوبة لتفكيك بروتين الرودوبسين بعد دورة الإبصار توجد أيضاً داخل الشريط الجيني في كل خلية من خلاياك. الشبكية وعدسة العين والحاجب والرموش والجمجمة والمخ، كل هذه الأعضاء توجد شفرة تصنيعها داخل الشريط الجيني في كل خلية من خلاياك. كل ذرات الكون لا تكفي لتشكيل بروتين رودوبسين واحد بالصدفة، فضلاً عن تكوين شبكية عين، فضلاً عن المخ، فضلاً عن إدراك معنى الرؤية، فضلاً عن ظهورك أنت أيها الإنسان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وهنا ننتقل للجزء الأخير في هذه الحلقة، وهو هل نحن رصدنا تطوراً للعين في الأحافير؟ هل رصدنا شيئاً من ذلك؟ الذي يطرح هذا التخمين يقع في 3 مغالطات. مغالطة صينية الكنافة بالجبن، فليست القضية في توفر مواد أولية، القضية هي نظم معلوماتية. المغالطة الثانية مغالطة البازل جيم، يفكك النظام المعلوماتي
ثم يعيد تجميع هذا النظام من الطبيعة. المغالطة الثالثة مغالطة تجاهل التعقيد الذي لا يمكن تبسيطه في بروتينات العين وفي إدراك الرؤية وفي إنزيمات العين وفي تركيب المخ وفيما لا حصر له من الوظائف المعقدة المتعلقة بمنظومة الإبصار. وبعد ارتكاب كل هذه المغالطات سيكتشف أن علم الأحافير يأتي دائماً على عكس ما يتوقع، فقد ثبت أحفورياً أن العين المعقدة ظهرت مع بداية عصر الكامبري، أي مع بداية ظهور شعب الكائنات الحية. العين المعقدة ظهرت فجأة، فأيها الملحد تدبر حالك في إفلاسك عن كل حجة حتى ولو كانت بارتكاب المغالطات. هدانا الله وإياك. واجب الحلقة اليوم هو كتيب صغير بعنوان 40 خطأ في نظرية التطور. سنقرأ من هذا الكتاب حتى صفحة 38، رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.